السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي سعادة دايما يا رب. ان شاء الله نعمل مع بعض تحلية كده بسيطة بمكونات بسيطة جدا، هي اسمها المدلع، حاجة مشهورة جدا، مشهور بيها محافظة طنطا، وبرضو مشهور بيها دمياط. احنا هنا في محافظة دمياط مشهورة جدا المدلعة دي. ان شاء الله هنشوف مع بعض المدلعة دي بتتعمل ازاي. انا هعملها بمكونات بسيطة جدا جدا، يعني حاجة صغيرة خالص. معايا هنا كوباية من السميد، الكوباية دي اللي هي انا بعمل فيها الزبادي، لان انا بقول لكم انا هعمل كمية صغيرة خالص، اللي هي عيار الزبادي دي يا جماعة، اهي كوباية الزبادي. هحط هنا السميد معايا في البولة، ومعايا معلقتين من جوز الهند المبشور، ومعايا معلقة كبيرة من السكر، وهحط يا جماعة معايا ربع معلقة من البيكنج باودر علشان يفتح معايا البسبوسة اللي احنا هنعملها وما تكونش مكتومة. هقلب المقادير دي كلها على بعضها كده، زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده. معايا هنا 3 معالق من السمنة السايحة، سيحتها احطها عليها بالشكل ده كده، وهبس يا جماعة البسبوسة معايا خالص في حبة السمنة دول، لما تضيع خالص معالم السمنة معايا خالص في البسبوسة. هجيب كده معلقة طبعا، انا هحاول ابسها بقدر الامكان كده لما تتشرب معايا السمنه كلها، زي ما حضراتكم شايفين معايا اهي. شربت معايا السمنة كلها، هجيب بولة تانية نعمل فيها الزبادي دي، نخفقها كويس قوي وبعدين نحطها على السميد. معايا كوباية الزبادي هي، فرغوا هنا كده يا حبايبي. وهحط عليها نطرة بسيطة خالص من الفانيليا، يديها بس ريحة كده. سنة بسيطة خالص من الفانيليا، وأقلبها كده خالص. خفقتها معايا بالشكل ده يا حبيب قلبي. هجيب كده معايا بقى السميد معايا. عندي هنا معلقة من الزبيب، حطيت عليها شوية من الدقيق، دي معلقة الزبيب حطيت عليها شوية من الدقيق كده ولخبطته، علشان اما احطه في السميد ما يركز لتحت او يطلع لفوق، يفضل ثابت كده ايه معاه. الخبطها كده احط عليها بقى الزبادي، واقلبها بالمعلقة كده يا جماعة ايه بشوش خالص، لان مش عايزة ان انا اعجن السميد. ادخل فيه الزبادي كده بشويش،
خلاص كده هجيب الصينية بقى اللي هحطها فيها ونخبزها في الفورمة اللي هي زي دي اللي كان ابو حمزة قناة فكرة عاملاه معانا قبل كده، لان الكمية معايا قليلة، فانا هحط كده البسبوسة معايا فيها وهسيبها ترتاح 10 دقايق بره، وبعدين ادخلها الفرن على 180 وهظبط معايا الفرن من 20 لـ25 دقيقة تبع ما تاخد معايا البسبوسة. وطبعا انا اعمل لها شربات، انا عندي الشربات جاهز في التلاجة، بس انا الشربات بتاعها بتعمل كوباية سكر، نص كوباية مية، وتغليها على النار من 5 لـ10 دقايق من بداية الغليان، وبعدين ايه بتسيبيه وتسقي بيه البسبوسة بعد ما بتطلع من الفرن. ندب عليها كده علشان نطلع منها اي فراغات هوا. خلاص كده حبايبي خلصت معايا اهي، هسيبها 10 دقايق عامل الفرن بتاعي يسخن، وبعدين ادخلها الفرن تتخبز، وان شاء الله نشوفها بعد ما تطلع من الفرن هيكون شكلها عامل ازاي. على ما البسبوسه بتاعتي تطلع من الفرن ان شاء الله، معايا هنا كوبايه من الكنافه، حطيت عليها شويه من المكسرات وجوز الهند ومعلقه من السمنه البلدي، هحمرها ان شاء الله يا حبايب قلبي على النار لما تاخد لون وردي رائع. طبعا هي بتغيب لاني بعملها على نار هاديه جدا، وانا عملتها معاكم قبل كده مرتين، فان شاء الله يا حبايب قلبي هحمر الكنافه معايا على النار على ما البسبوسه تطلع، ونشوف ان شاء الله باقي الخطوات هنعملها ازاي مع بعض في المدلعه. والبسبوسه بتاعتي خرجت اهي حبايبي، شايفين لونها ذهبي رائع، وحطيت عليها من على وشها شويه لوز، معايا كوبايه من العسل اللي عندي كان في التلاجة سخنته بس دفيته كده. هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم نسقيها مع بعض ايه الشربات بتاعنا. شايفين بتشرب العسل ازاي ما شاء الله، اديها كمان اهي لما تشرب معايا العسل كله. بتشرب اهي يا جماعة ما شاء الله، شايفين بتشرب معايا العسل اهي. هسيبها ان شاء الله لما تبرد خالص ونشوفها ان شاء الله هنعمل فيها ايه مع بعض، فانتظروني باذن الله بس لما البسبوسه بتاعتنا تبرد خالص علشان نعرف نزينها بعد كده ان شاء الله، انتظروني. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما البسبوسه خرجت معايا من الفرن، شايفين بقى حلاوتها وجمالها، وسبتها طبعا لما بردت عشان اعرف اشتلها من القالب بتاعها اللي انا عاملاه، شايفين اللون والجمال. عايزه اقول لكم ان انا لو كنت حطيت لها كيلو شربات كانت شربته، ما شاء الله بتشرب بطريقة فظيعة يعني. شايفين جمالها وريحتها ما شاء الله تحفة. ودي الكنافة بقى اللي انا حمرتها وقلت لكم عليها بالمكسرات، شايفين لونها وجمالها اهي معايا اهي بالمكسرات اهي. ممكن تعملها بالفول السوداني عادي خالص، بس انا حطيت عليها انواع مشكلة من المكسرات. ومعايا هنا حباب قلبي الكريمة اللي انا هحشي بيها وهزوق بيها، معايا هنا القشطة اللي كان قناة فكرة عاملاها، حطيت عليها شوية من اللبن المتلج ومعلقتين من الكريم شانتيه وخفقتهم بالمضرب الكهرباء، لما خفت معايا وبقت قوامها بالشكل ده هعبيها في القرطاس. القرطاس اهو معايا حطها هوني، هعبي كده معايا الكريمة فيه علشان نبدأ ان شاء الله ان احنا نشتغل شغلنا ونخلص بقى معانا المدلعة. هما سموها المدلعة علشان هي فعلا مدلعة، واحنا برضو هندلعها بحركاتنا بقى وايه وتكاتنا الخاصة زي ما حضراتكم شايفين معانا بقى ايه بالشكل ده كده. اعبي كل الكريمة معايا في القمح القرطاس الحلواني او القمح الحلواني زي ما بتسموه بالشكل ده كده، خلصها كلها.
هنبدأ كده نسمي بسم الله ايه، ونحط معانا الكريمة بتاعتنا. نملاها كريمة كده. طبعا الكريمة دي انا عملتها وحطيتها في الفريزر على ما البسبوسة تسقع معايا هي كمان، فالظاهر ان ايه ان فيها حتت متجمدة، بس ايه هنطلعها كده برضو ولا يهمنا اهي. ونبدأ بقى نحط الكنافة بتاعتنا اللي احنا محمصينها على الكريمة بتاعتنا كده، ونكبسها بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين معايا، حطيت معايا حبايبي الكنافة معايا بالشكل ده، بقت البسبوسة تحت وطبقة كريمة والكنافة. الكنافة دي مفيش عليها اي العسل ولا سكر ولا كلام من ده. هجيب معلقة كده لان الشربات عندي خلص، فايه فهستبدله بعسل نحل. هجيب معلقة كده من عسل النحل صغيرة وارش عليها كده معايا بالشكل ده حبيبي. زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده كده، كفاية قوي معلقة عسل النحل دي، لان البسبوسة تحت بصراحة شربت كمية الشربات كلها اللي كانت عندي. كل ما الاقيها بتشرب احط لها تاني، اخدت حوالي كوبايتين من الشربات. ولازم انت تديها الشربات بتاعها كويس قوي علشان تبقى طرية، ما تبقاش ناشفة معاكي او مبلطة. نبدأ كده بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بس الكريمة. نعمل وردات كده، طبعا هتشال لان الكنافة ناشفة مفيش فيها حاجة ان هي ايه تعرف يمسك فيها الكريمة. هي حبايبي حطيت عليها كريم شانتيه زي التورتية كده بالظبط، وبالكريمة اللي هي الكريمة الكدابة. هندلعها برضو بشوية شوكليت شيبس كده من على وشها كده. ونديها لمعة بسيطة برضو من العسل كده على الكريم شانتيه، حاجة بسيطة خالص كده من على وشها كده اهو، كده اهو بس كده. شايفين بقى الجمال والحلاوة، لان الكريم شانتيه ده يا جماعة مفيش فيه سكر نهائي. وعايزة اقول كمان ان السعرات الحرارية في دي هتبقى قنبلة، يعني سعراتها الحرارية بتاعتها عالية. يعني اللي بيعمل دايت زي حالتنا كده حاجة بسيطة خالص كده يعني يدوقها من نفسه كده وما يكترش. ومعايا برضو فورماسيلا، حط كده على الفورماسيلا برضو شوكولاتة. وبس وكده تنتهت معانا المدلعة بحركاتها بقى بإيه بشقاوتها. الشوكولاتة واقعة على الأرض، ما نسيبهاش خسارة اهي. شايفين بقى يا حبايب قلبي جمالها وحركاتها بقى، دي المدلعة اللي بيقولوا عليها. بس طبعا اللي بتبقى جاية من السوق بيحط عليها صوصات، اللي هي الصوصات اللي بتبقى جاهزة دي بقى، صوص الشوكولاتة، صوص
كريز اي كلام من ده. بس ايه بصراحة انا لو عندي هحط عليها والله، بس مفيش متوفر عندي الا الشوكليت شيبس والفورماسيل. ويا رب تكون عجبتكم حلقة المدلعة بتاعتنا، البسبوسة بالكنافة بالكريمة والقشطة، زي ما انتوا شايفين كده مدلعة اخر دلع. ويا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.